صبحكم الله بالخير. أقولكم توني ناس مركات ضحى العالي، ويوم طالع تليفوني ولأن مسكول مليون مسكول مسوي لي هلال. إنزين مسوي لي مليون مسكول وثار أبويا وتريق، ها هاي هاي بصماته، تريق واشتل صار البحر، وحنا أبوي ما نشينا لا أنا ولا بن حضيبة، وبس أصبحنا أبوي الريجات ما شاء الله مريودها. عنده واحد طيب كلينر فلبيني، هاي كلها خدمته، وهو اللي كلينر ينظف غالب الله العادة. هذا المحل خدمة هذاك غزل الوغدة البنغالي غالب الله ينسر ما. الوغادة تتناثر من أطرافه والله. هي والله اللي هو خير هذاك شو بالعلي بالحبيب بعد بيض البحر والله مرة طايح عاده أكل ما يراد آخر درجة حصه كله ظاهر ذاك بين البيب حلو الجو لك سمك ما شيء سمك ما شيء الله يحفظكم لأن البحر من عقب الهويات البارحة البحر مدلخ والسمك ما تشوف فكل السمكة أبوية تامة في مسكنها قالت لا فيها أظهار ولا فيها سيرة دولي رزجي ولا شياته قيس اللمام زرق ناقيني يميع التربات يميع الوحل ويميع الطين البحر أبوي معتين وبيونا أبوي هالسماميت زخمات زخ أبوي لا فينا ولا شياته خلهم أبوي يون يحوثون البحر حوث وبيردون بخفي حنين مش هذا الشيء الخبر اللي يعني أنا روحي من السمك نشيت وانا هلال ترى خبرتكم نسارح دقيت ها ابو محمد قال ابوي ديك والخلا ما شيء ابوي ولا صفطه يلا يلا لقطنا لكم ودام ترى يصيرون لهني ها وين الحدود هذه هالاطراف شفتوا وين طرال هذاك هني يصيرون سمعت كله قرب البر يعني السمك ما شيء في الغبيب لان الحين حر والسمك ابوي هني عند البر مره تدور البرود البحر البارد السمكة تتبع البر تتبع الـ 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 وين الـ 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 البرود اللي هي تقريبا 3-4 امتار اول ما تدخل الصيف البحر بارد تتبع فقير تتبرد تشتل ابوي تعيط وين تجي العاده يجون السماميت وصيد ما صيد يقول عاده صيد ما شيء الوقت ابتدى يحر والسمكة العوده في الغبة والصغيرة تتبع البرود قرب السيف ما شيء وسط يعني دحق لو ما حق نعم لكن قيس ودام بنحصل ودام بتحصل الحمد لله يا الإنسان لكن يعني تمزر ثلاجات تودي تجسم على هلك وربعك ويعني حق ودمات شرق وغرب ما شيء لكن قيس ودام يعني قوت عن لي يموت واللون الاسكريمي أوف لاعب العايدة بس وهاي حالة من حضيبة بس عليك يا أبوي بس عليك بارك الله فيك عيونك هي والله لا يا ريال أنا حاتيك زايق عليك من بصويرج هذا يضرب منو اللي طالع التليفونات وايد بسم الله عليك وياسين اللي انت فنيل أنا وبن حضيبة اللي فنيا ساير وفنيا ليال هنا وهذا ها فلاصي صديقي هذا الحق الخطوط طويلة والحين من أوصل البحر واحد ورا الثاني ها هذا أبو الجرين تي مالي أنا عاد اللي استعمله جاسمين جرين تي داخل عاد ما تشوفون هالباورة منزور هذا عاد حط فيه يمكن 15 حبة جرين تي تيم دلقمات على كبر حبة القهوة اليمنية صغار يجيبونه وعيابنا من استراليا فنان يعني شيء بعد يبيعونه من داخل هارتز هاي السنين قبل الشغل هذا أخي وعقب تميت ما أصير هارتز تراني ما بيدي حيل إنزين وهذا منه متفنيه ما يخلص واحد وراء ثاني خلص واحد وراء ثاني أبشكر كما أنه خذ وصل ونحن في البراد ودامنا هنا ونحن جالسين ها ذاك وين انه خذها توه واصل ويا بحريته
حتى وهم واصلين. شوف اللي الساعة 3 الليل مرة تصك الماء الماية تصك العاف هنيها البحر هذا وين يوصل عند العريش هاي تقريبا 500 متر. هاي السطوة كاملة بويت غادي غبة هاي اللي تشوفونها وين السيايير الحين تخط غادي غبيب. يلا بلو دام اللي في خير خاطري بصافي من الكبار صافي الحين كله صغار 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 بدون يواريف يحصلون ان شاء الله اللي الله كاتب انه الحضره ويواريف يعني جريجير الحمد لله رزقك يا لادمي يوصلك وين تكون. يلا لا يمشي ما يرمش راسه يترهد ويترامى ما حد قال لك لكن بين له ما يصير البحر بين يننونه عاد الحين بين وبيرمس وبيسولف وبعد الساعة 11 ونص بيصير بيتسبح ونصير ابوي بالصلاة وبرد وبنتغدى وخلاف عاده العلم عند الله شو البرنامج بيكون. هاي انا سارسيد ابوي بيته الحين هلال جاي فريجه وبناته وعياله يوم هو جاي فريج ها طيب وينه؟ Good morning ابو محمد اي هلا Good morning يوم يجيب فريجه اول ما يجي من البحر سيد يصير يموت على بنيات عند بنيات صغار قوت وفطامي حريم ما شاء الله وحده ظني 8 وحده 9 ها شو ما تشربك احلف والله اي كيسه ما شاء الله 50 كيلو 40 كيلو الحمد لله نعمه نعمه مبونك انت مبروك هذا عاد السمك حقك حقي انا يا سلام ها وديتنا وياك وقتين اتصلت هي ثاني وينك خالد الشباب رقود والله رقدنا بدلت يا هناك زعقت عليك ما حفل واحد كلم ايوه انت خالد هو كبر قدنا البارحه نحن 12 ونص ابو محمد انا تعب شوف انا رديت وقفت هنيها قلت بتصدق اتصلت بك ما رديت لا طرش لي مسج صباح الخير اول شيء صباح الخير ما ايه قبل ما يصير يا ولد الحلا الحمد لله انت لقيت ودام لو ما لقيت الحمد لله نعمه ما توقعت انك بتصيد انا لا وبعد احلف اغمي عليه الفلافل وهذا الجبن عرفتم وين جاي هذا ابويا جاي من عند ابو خالد محمد حسين الخوي اول قبل ما يوصل هو عازم المساوق ما لحد ما شاء الله ابتدى المساوق وين هو ثلاجة انت صبر خلي صبر لا تودي ثلاجة قبل ما نصوره وين هو ايوه مرحبا والله والله مليون مرحبا هلا ابو خالد حييك يا الحال جود مورنينج ماي برادر مرحبا نحن ما بقالين لك على المساوق هذي ما يوجه تنفخنا يا رجال تستاهلون الزطر بعد هذا شيء اليوم ها شربته ما نروح افزع اف 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 شو هاللون شو هاللون الصارخ يا الله خيبه بغيت اتكود ها. ها تعال ها وين السمك انت ما ينوب ها ما يصل سمك خيبة ها انت نوم ساعة 10 قوم وين ينوب ها قم عصبك يا النسب روب ها ما وعيتوني انت يجي مني روب ها ما وعيتوني ما يقوم ما دقيت الباب ما انا اسير لازم نفر ريد بحر لازم هو يقوم ما عليه لكن ارباب لازم في الليل يقول شي سير بحر هو في الليل ما قال شي سيرة بحر تبارك الله مطول ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يعني ما تبوي يبوب اثنين يب عود وفرخ اليم فرخ اليم هذا فرخ ترى
آفر خليل. حد يسميها بنت ليب. درن. درن. يلا يلا يلا. ثونا هندي ثون درن. خيبة. كيف تو؟ يا درن. كيف تو درن؟ درن. ما شاء الله تب. بعدت ما شاء الله تبارك الرحمن. تنقوا الصافي الكبار ها؟ هاي شيء هاي قابطة ولا شو محمد؟ هذا ثاني. ايوه هاي أول مرة أشوفها أنا. شي هاي؟ هي هل العرف خبرونا شو من السمك هذه؟ هل العرف؟ أنا أقول عبيسي. عبيسي بنقيطة أول مرة. أشوفها. ما توقف يا ممتي؟ يا جزا تقولي نعم لا فن ليس نعم بس هذا فرش محمد وين فرش هذا هذا ايه هذا ينام خشب ما تتشاهد خشب هذا شويه زين هذا زين هذا نمبر 1 انت ناخذه اظهروا صافي كبار محمد صافي كبار حق المشواي والمقله صغار يلا شكرا محمر ابيض مشواي مقلاي مطفي صالون المدرسه صالون المدرسه خليه عشان هو بس طهب زريدي شيشات مال البارحه ولا شعري شي وسيطي خلي يسوي عليه صالون المدرسه هي هي اوكي عشان انا واحد نفر من واجد يلا منك سبع نفر زين كم نفر سبع نفر ثمانيه نفر منك هي ثمانيه نفر شوف انت انا شوف هي فاهم جبت 3 مرزوق جبت 5 يلا هاي بحينه شو عصيره بعد بارد والله لا ترتيب جمهوري غير بعد يا ام كبرهم غير وين سندويشات فقع جايب نعم سمعوا هذا زعتر وهذا شو هاي لبنه وهذا جبن هذا فلافل هذا فقع يا ربي البطره ايوه هذا رقم واحد ليش انت ليش كل كاتبين الخوري الخوري بلاك ما حطيت الخالدي ولا القبيسي يا ربي منك اصلا سيجنتشر سيجنتشر منور يا ابو محمد اتابعك من الحدود الشماليه للمملكه العربيه السعوديه من عرار هلا يا ابو محمد منور شوي هات واتي قوت يلا يلا يد البزمك ترى ها قوت قوت ما حبتني ولا سلمت علي يلا تعالي تحبيني عاد تعالي تحبت العاب ايه قوت يا قوت على فكره اسم قوت يدلعون اسمها قوت قواتي قواتي يسمونها قوتي كل وحدة اسمها قوت قواتي وقوتي والقوت ولا الاسم الأصلي هو قوت لكن يدلعونها سوى لها النمونة تعال ابوي وين وين بعد ابو الصلاة هذا ما بطوع حال كذا انت فيك ودر ابوي سيارة الطلقة ها يقول في رمضان كل ترى بتسوي لنا 4 سيارات ترى دبي ان شاء الله اي والله انا وانت ابو محمد ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين 4 سيارات كل اسبوع يعني اي نعم ما شي بحر بدا سيره البحر بنسير دبي مول والله يا ابو محمد فاتحين في دبي مول هالقسم الجديد ما ادري شو فشن اسمه نسيته احنا شو انا ام ساير له ما ودك يا ابو محمد تحتاج من هذا القسم الجديد نيو اولد فاشن ولا اولد نيو فاشن ما يسمونه المهم كان وايد فنان سير قوتي سير مايا هاي يقول لك ابو ليت ليت من مياورنكم يا ابو خالد على هالدنيا اللي تطبخونها ما شاء الله تبارك لا ابوي هاي اسمها قوت ما تاكل الا فقع لا تبى زعتر ولا شياته ها قوتي سير مايا اخذي فقع 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 بي عيبت ابوي هذا كله هالي احد مع المسجاتين او ان هذا من اي مطعم ابوي هاي خوريات ما يغلبهن شيء كل هذا تشوفون كله خدمه حلبه باللبنه لبنه بالزعتر زعتر بالهواء هواء بالمادري شو كل خدمه في الدنيا يخدمها الخوريات
شوف الله عليك ابو خالد، اعطني واحد من هالفقع. شوف الله عليكم، ما شيء في الدنيا مهر اللي عرفناها. شوف الله الباكين بعدهم يسوون، شوف يطلعونه. هذا ابو سندويتش الفقع، ها شوفه كم صغرون طول ثلاث رايبات، والمال القرطاسة قرطاسة هرز. شوف الله عليكم القوا ما مقواهن الخوريات، ما شاء الله عليهم. هي علمونهن الخدمة من يومهن صغار، أول ما يشبن كدتن الأمهات في المطابخ. حسبتي الخورية من تكمل 13 عرست، ما تتم الخورية لي 15. ارفع ريلك من حضيبة، لا ارفع ريلك يوم بتمشي اللي شر 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 عبارة كأن شيبة. أنت تول هو بادي وحين جاي إنك عرس، يلا غايته الآن. يلا 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 غايته غايته. أيوة حافظ على العيش الشيلاني، تحراف الراخ تحراف الراخ من زينة. أيوة يلا الحشو 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 انتهى، بس بس تكود العيوش ولا بعد. ايوه ها انا هم بيوم سووا عيش ابو علاق. ايوه عيش هني هالطرف هذا عيش كرفنا حر الجدر قحر. بس بس خلاص ما يبارك لك، بس ما يبارك لك. يلا وهذا ابوي، هذا ابوي السمك مقلى ما علي بين حط واللي يبقى. بارك الله فيك. بس 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 ابوي بس ما احب ياكل وايد. وهذا الله يحفظكم اليوم النيسر، النيسر رقم واحد توه ميوب من حضرة من فرج. محمد سمينة نيفا شو سمينة؟ لا والله لا سمين. حفظكم المشوار بنت النوخدة، بنات النوخدة هنتين، هو وصافي وربي او جش او ام الحلا. وين سلكتي هاي؟ هذه ها شوفوها على فكره اللي جاب الاسم من هالكويت. شوف الشحم اللي فيها يا صدق الكويتي ما كذا اسمي كالكويتي راعي عرف يا انا الخبر ابوي من الكويت. قال ابوي احنا مو هاي اسمها بالكويت، وطرش الرابط وطرش ما ادري شو وطرش ما ادري شو. ما شاء الله على هالكويت العرف محشرات. شوف هاي ما زينها. ايوه اعزلها عليه. لا حد هاي دسها ورا هذه. ها محمد شل اسمك انت هاي حطها قدام بعض عشان ما حد يخاديني بها. خلاص هاي ايوه وين حطها قدام هذه. ايوه قدام هذه وهذه وهو هنا لا لا بس 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 بس. شكرا محمد شكرا. عفوا عفوا. ثانك يو محمد. اوكي عفوا اوكي فيكم المحمر. ها. ها كل حبة على راسه وما خان ريحته. ها. ها. يا سلام ايش قال ما بوكيه اوكي ونص. يلا يا عيال حلال ودروا تليفوناتكم. يلا عاده اي ها ابو عبد الله اي معلس. يلا ابويا يلا يا سلام يا سلام يا سلام يسد كل اللون. يلا بقى. ما شاء الله عبد الله راد ورا 30 سنة. شو أسوي لك؟ عاد؟ مسوي هذا. مسوي لك بلوك؟ شليت عنك كله؟ ما شليت البلوك. والله إني شليته هلا. شليته؟ هي والله. صرت تغوصون اليوم؟ صرت. شو صرتوا؟ حياري لو سلندرات. لا حياري. حملوا ترى ممنوع سلندر. حياري ما حد يغوص سلندر. إيه تحمل. يلا السلام عليكم. هذا ابوي عشان عشان غدانا غدانا هذا من هذه وسمية شاتي. ها خبركم عنها ما عين الله تصير لي ما لا 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 ما لا
هي هي صورت اول بعد مصور سمك بن فرج محمد بن عبد الله هاك بنت النوخذه انه بنت خلص تصوير بنت يا الله منك ما اقطعك اسمي شاطي انا الصحن حقي انا اقول لك هلا محمد يا انا تقرير عن هالسمكه من الكويت حطوا اسمها يا غير الحين نسيته حطيته في الستوري انا السمكه هذه هاي عرفه خالد اسمها ها شوف المحمر شوف المحمر شوف المحمر ها كل حب على راسه اي يا سلام سلم هي شو تحرر محمر شيء لا صار ولا استوى وهاي الدهنة ها هاي الواب الجديد مال امس مرحبا مليون مرحبا 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 ابو خليفه ابرك كم ساعه ايه محمد بن هلال يلا الغداء يا محمد بن هلال من السرق هذي محمد بن هلال لا يبتسم لا يبتسم لا همك الله ابتسم مرحبا ابو عبيد مرحبا 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 الله حيه مرحبا يلا 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 ما دقيت لي والله ما سمعته محمد شوف اللي ما يسوي هالنمونه لا تحط له لازم هك بس بس ايوه هذا سلك الدهنه لا 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 تحط الخاشوقه تحط لهم هالنمونه ولا لا تحط لا 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 مرزوق حط نفس الطريقه ولا ما ولا ما لازم اخذ شيء ها انت ايش بتسوي على اصبوعك اصبوعك كل واحد يبوك تحرى مخباط شوزن ما شاء الله عليك يا مرزوق ليش حط محمر لا 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 لازم اليدين يا الله منك بس 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 والله لو حطي بسم الله يا ابو اسبوعك يا ابو خايت يا الله بس علي اسبوعي يا ابو كان مغاريف مغاريف صل الله بالمستعان ابو عبيد هو يا ابو خا بس والله ابو اسبوع شو سويت اليوم اليوم صالونات سريدي هي يا ابي جايز هي ما سوي ما قلت بس ما شاء الله الله يهلا اللي ما اكل محمر لا ياكل لا ياكل يعني ماكل ماكل عباره ماكل هي عباره ما تغدى هي عباره ما تغدى هذا ابوي الغداء المحمر ترى ابوي ماكول الملوك وماكول الله يحفظكم النواخذه نعم ماكول الملوك ماكول ماكل الملوك ماكول النواخذه الملوك ياكل المحمر يلا شو تحرى هب الملوك عاد مال الماكل الملوك ملوك البحار البراري ها هلا ابوي ما يسمونه ما مرزوق كساره سيف بن درويش دخلت كل شيء ابيض محمر امس ما بك مو مثلك كساره سمته خبرناكم عنها اللي يسمونها مشوه هذه مشوه ما شاء الله هي مشوه مكتوب عليها مشوه ما يبارك يا الله اي والله يا سلام سلام هنا دور الله يا سلام سلم والله يا ابوك والله يا ابوك لو دواك من الموت معرس هو معرس معرس يا ريال يا الله لازم يدلعون المعرس شوف شوف الله عليك دلعينكم من العين دلعوا يوم واحد صدقك يا الكويتي والله يمدحك في مكانه أنا عاوي أبو عبد الله ماي هنين ماي سيح لي ماي سيح لي كم ما طعمكم نعم قولونا ون إنها شيخة السمك الفسكرة واليوم عاد نحن بس مو بسمي ما بسمي ظنن في ذمة من قال لا والله زود سمن وايد وايد لا زينة 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 وايد سمن لا الحمد لله أنا كنت مرة مشارك لي يا سيدي على الصراط المستقيم حتى لا يا وليبات بيني وبينكم ها ترى مقلع صافي مقلع ما هان علي أني حرم عملي من المقلع حتى 90% منها كله داخل لقمة واحدة يعني بس شويونة تعيش ها أبوي قفقت عنها عيدون المساعة قلت لكم حبوبية هالدوارية هاي في عتاوة فرها هناك يا سوارة لي نمى صابيت عليه اخر شيء شدني انا قلت هاي اخذ لقمه لا والله ها
ودرج انت سلامها مكبره. ترى اللي فوق عيسى ترى لقمه واحده لقمه واحده لكن هاي السمكه كلها بوي بتي في لقمه لا بتتزايد باللقمه. اللقمه هاي تقعدي اربع لقمات وين تناصر مع ابو عبيد؟ ايه تناصف العمرين وياك. حاضرين حاضرين يا ابو عبيد اللي تامر علي فشوفه تحيد اول يوم تصعد وش يسمونك؟ شو لا حول اقوى الف مره البنات من عرش السبب نزيد مرمل ما طاع والله ما خلاني اخبركم ما خلاني اخبر يا ربي لساني ياكلني في فضول بخبركم والله شو اسمه الاول يوم كنا صغار الحين عاد يوم كبر ما طاع ايوه انت مغمض ايوه يروق عن شنو الحين كلها الدفان وراه خط بالوش وين؟ هاي خط بالوش؟ ايه شيخ خالدي حقا خالدي عادي ابوي دابا يفسرك من محمد بن عبد الله طورني نيسره قال لي خالد حمد تفوتت قلت له ان شاء الله شورك بهداية الله غير نحن ما نعرف حينه منها منهزلها أجيكم العلوم الأول يتوصفوا بنيسر نيسر شو اسمها هي اللي في البطين الأول يتنع توبة نيسر الخبيرة نيسر الخبيرة وين فرضت حياة الشيخ حمدان بن محمد أنت بطل البطن ولأنها تقطر تحرز أحفار محمد ما فيها زود سمن محمد محمد بن عبد الله ما فيها زود سمن سمنها عادي بطنها بحمر هي لازم بطنها تحرى يوخ حمر يغدي هاي سمنها عادي يعني ما بنها السمن البطران السمن البطران لا ما أشو لا لا ما في زود سمن ها زود سمن ما فيه لنقلنا آخر الشهر آخر الشهر متى يسمن هو أول الشهر سبحان الله ويظهر المعاش لا أظلي نص الشهر ويا القمرة كنا هذا الحين اختصاص من حضيبك هذا الشاهد تركي كل يوم من يجي ركب هالقواري وهذا ها ابتكاره هو جبت شايبة من تركيا يقايسي خلط هذا أول بعد يصب من هذا شويونه ويصب من هذاك شويونه بس وحين هذا حق لنا كلنا بس 8 دقائق من 7 الى 8 دقائق بعدين اطلع اشوف وين الورقه الحين؟ عادي يعني ويطبخ يطبخ من فوق هذا روحه يعني البخار هذا يبيع البخار شوف انت بعاد شلون اليوم يوم ها كل شوب سنام هذا احب نسير مكاني على الله يحفظكم او شيء مساكم الله بالخير اول شيء اول قبل مساكم الله بالخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساكم الله بالخير بنسير مكان عاد الحين ما فيه ترى ارسال فلذلك بينقطع الارسال من الحين لين نص الليل فسامحونا عاد على التاخير وعلى التقصير وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين من ارد بنسوي للداونلود هذا اللي بنصوره والبلاقه وياكم على طولة العمر ان شاء الله باكر اللي ما بيشوف اليوم وين بنسير وين بنغزي وين شو بنسوي شو بنقضي شو بنمضي بيشوفها باكر ليه ما بيشوفها اليوم بيشوفها باكر والدنيا مطرجة جماعة الشو قبلي انا شيء طبيعي اخر واحد اركب ليش ما ادري تلقائيا شي من ذات نفستي بالصدفة يعني أنا آخر واحد أركب الطراد فوق ومرزوق وعزب الزهبية كنت في زريق ومتو قطعانة والجماعة بن حضيبة محمد حسين الخوري وهلال بن محمد حد جدان بعد أيوة محمد بن هلال والشيبة بن أحمد وهذاك ها قبل الليوة الله يا الفريج فداعة الله يا الفريج
تصير هي تصير هذه تصير بارك الله فيك هذه تصير يا الله يحفظك وهذا فندق تصير فندق تصير 5 نجوم عدالة شيء كذا منتجع بعد من غير طريقة الوصول إلى هالفندق بالعبارة العبارة أو بالطيارة طيارة في مطار أبو ظبي مطار البطين يجيبك لين هني طيران أبو ظبي فنادق منتجعات علم وخبر شيء وايد فنان بارك الله فيكم جزيرة قشة هذه تسمعوا بها قشة وغشة هذه هي جزيرة غشة تبعد عن الصير هذه صير صير بن ياس تبعد عن الصير أظني 5 ميل بحري يمكن 5 كيلو 5 كيلو تقريبا ها يخطف النصيف أبوي تخطف ناقلات النفط هم يقول غبة الصير وغبة الصير هذه بغبة الصير تخطف فيها ناقلات النفط من كثر ما هي غزير غبيب هذا يقول لك في غبيب الصير هاي غبيب الصير يا ابوك غبيب الصير هذه غبيب الصير هذه غبيب الصير خذ بال حضرتك شفت خذت بال حضرتك اه والله يا راجل استاذ علي بيسلم عليك ها علي القداوي منور يا علي القداوي القداوي بتخلته حليلك يا علي 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 افندم ايش بص حضرتك سمكية دي سمكية صغننة هذه حد يسميها ربيبة حد يسميها ام الحلا هل السعودية في الدمام يسمونها ربيب هاي الربيب الأول هاي الربيب حبيبي انت صفراء جزيرة غشة وجزيرة غشة هذه ابوي بارك الله فيكم جزيرة غشة وهذا الشيب شيب غشة يسمونه تبعد يعني الله يحفظكم من صير بنياس ما يغارب 5 كيلومتر محمية يميع الطيور فيها ويميع الدنيا وممنوع ترى حد ابوي يبني ولا يسوي علم والأخبار هاي محمية يجونها الناس اللي بيكسرون دوب بيقيلون بيمسون طرقوا مكان بعيد بعيد يعني فتشة بينك وبين بين بوظبي ما يقارب 300-350 كيلو بر بعدين بحر ما يقارب ساعة 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 ونص بحر في يوم يقول لك ويبني صبي عيال هاي ويبني صبي عيال اللي يصير غابي فنانة ممسورة يميع لوقيشية فيران ما تروم تباك والله العظيم هذه يم الكركم هاي هذه سكنتنا اسبوع لي خطر حتى وهم الحين ناس يو قبلنا بدقيقة ويسو حلو لي كل جزيرة ما شاء الله يم الكركم عودة يم الكركم عودة دور من نارها كان وايد ابوي الحمد لله ما شاء الله عليكم ما زيل للمنظر منظر الغروب منظر الغروب ما زيل هذا بور ترى ماشي صيد صيد يكاد أن يكون زيرو أنا يبين الصدع أي شيء صيد شيء صيد لو لا نحن ما حصلنا ودام صعيد سالم ايش عايز حيلك ما يمر عليك هامبو
شيء. عطونا الطراد هذا بسيط. هذا يا ريال دحمسه. يا ريال. يلا تعالوا هناك هناك. يركب أبوي الكشاته. شاف أبوي يتم ثلاث بوانيش. قال أبوي غازت لنا قوم. قاعدت لنا طيور بلية مناجيب. سلوا الدرب البقعة. اي الله يحفظك ابوي سامحونا نحن بونا بنصير هناك وين الصنادج سامحون سامحونا يا ابوي سامحونا محمد سالم ومحمد بن عبد الله مرزوق بن محمد ومتوه ويا هذا كل يدوم يضارب وياه ابو ساري ابو سروي لابس مال الهلال الاحمر كأنك لابس مال الهلال الاحمر ابو ساري شوف بس أنا بالتصوير هذا والله أبو سرو يتحريتك لابس مال الهلال الأحمر أبو ساري سلام عليك تحريتك لابس ما نبقى هاو تحرك لابس مال الهلال الأحمر أنا مينا كان ظلمي الحمد لله حيينا قبل ما تغطي الشمس طعمها زين هالحالة هادي بارك الله فيكم ملكركم يا ملكركم ملكركم قول والله هاي عندنا تعاد ناصر ناصر بن عيد حاط الغاز وحاط الفرن وحاط جرام الماء صاروا يدورون شباب يقطون قدام مرة حاطين ابوي هذا ها سبيل للي بيي بغى يطبخ بغى الغاز هذا الغاز موجود والسلندر موجود والدنيا مطرجة كل شيء ذاهب هذا يلا يحفظكم أم الكركم أم الكركم هناك عاد يلسون على الظهر سمعتوا الصر جزيرة جميلة من أجمل الجزر وهادي ما حولك حد يغثك خيب 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 هذا شو محمد شو اسمه هو محمد مرزوق تعال شوف الخدمة محمد هلال أربع 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 ياي خيب هذا كنز بن حضيبة أربع تعال ياي نعال بعد حق شو شوف هذا كنز هني ها لقط خيب شو سالفته دراني الشيبة شيبة أحمد تعال ياي تعال شوف تعرف شو ها لا لا لعبة هاي لا نوكيا من الصغار كبود مكسرهن هذا يا ريال
من سنين. أنا أبوي العميد هذا ساطي لين حتى حالة أم الكركبة. ما أدري حقه. تعال محمد هنا ربع هذا طالع شو هذا. تعال طالع تعال عندك تفسير حق هالحدث. تعال عندك تفسير حق هالحدث. اللي هناك كله صر ترى يبيض وحين وقت التعييل عادة وحين أبوي عاد يضم جدا العيال لمهات وحين تصير هناك الأسبوع اللي خطف وصلنا صغار أهل كبيرو تشوفون أسبوعي أهل كبيرو خيب أسبوعي بتان قاديات هي والله فوق الحالة هاي من هناك الطرف هذاك ما تسمعونها صوت لمهات حين معيل حين صر سبحانك يا رب والله ياكلونا نحن الاول ناكل انا روحي جيت كلت بيض الصر بيض الصر وبيض اللوه فروخ اللوه ناكلهن الاول حتى حين ناكل ما خلي شيء ما نطحنه بعد يقولك ما ياكل بيض اللوه كذوب هذا ما حد يقول ما ياكل بيض اللوه شوي مسج لكن نزيد لو نشوف ان حد يجي قربهن ها يما عالي راسه خطر عليه فخنك على راسك ينزل مره لين قرب راسك يهدد انك عسب ما تقربها شو هذه اللي تشوفونها هاي داعبه هذاك يتمها تمها الداعبه مستوي حرف اليو عطت انك شكل دائري داخل 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 خورك كم اكبرها ها وترد ياي ها ها هذا بطنها هذا البطن وهذاك الوي مره هذا هذاك المدخل اللي هناك هاك المدخل واللي يزير هناك كم مكبر هالطرف هذا والطرف هذا بعد نفس الشيء حوين الشباب ها. يزير بلاد من كبرها لكن الحين الماي عاد تحاصير تسك الماي لين مرة فوق هناك عند العاف يزير جميلة من أجمل الجزر بيض فيها الصر والتعادلي اللوه ما يبيض فيها اللوه يبيض في اليزير اللي عاليها هي اسمها مقصار اللوه يبيض في هاي مقصار سبحان الله يودر هذه الكم اكبرها وكل مستوي محميه هاي بلاد من كبرها الاول يقصون السماد من فوقها لنج اللنج بلنجه هي يقص السماد يبون عمال يقصون قص مثل ما يقصون الدرس مثل ما يقصون دروس السماد في البيوت وفي في العزب يقصونه هذا قص لكن عادة يونية من الله يعزكم من سماد اللوه اللي هو ذرق اللوه عن طن من السماد العادي حار يحرق حد يسمي هم قصار وحد يسمي هم اللوه لكن الأغلبية الاسم الأصلي هي مقصار لأن عبارة عن قصار عود ويبيض معاليه اللوه بلاد من كبرها بلاد لكن والله يبوكم يوم يجي وقت اللوه وقت البيض يا سلام سلم من خطف بطرادنا تلقط الدنيا هاي قدت غيمة كاملة سودة فوق سوتن وحدة الله بالمستعان لا تقول لي لا مالديف ولا غير مالديف ما تشرات ابوي بحرب وضبي بالأحرى بحور الإمارات كلها ما شاء الله بحرب وضبي بعد غير بخبركم هي نعم غير غير وثم غير جسوب عاد ما الماي ثبر كان بارو مقطع للبر هذاك إن شاء الله ما يكون شيء غبة عسى ما يكون شيء غبة ما شيء غبة بقطع بسير بكم جدا الصر إن شاء الله ما يكون غبة بس ان شاء الله ما يكون شيء لين حين الامور طيبه لين حين الامور طيبه اها والربع هناك زين لين حين الامور طيبه لا والله الحمد لله سهالات
وصلت بر الأمان. شوفوا يا فرق من بر لين بر. شوف البر هذا كله حصى أطرافه. حصى وصنقلان ما أدري شو. طرف هذا لا. سبحانك يا رب. أوامر الطبيعة روحة تلعب دور. هذه مناطق كل تكاثر القبوب. هذا وين يتكاثر القبوب بعد؟ يوم غايت عيال القبوب تلقط هني شرات النمل. شرات النمل. القبوب سبحان الله على السيف. ما يندر متى الوقت يعني. الله أعلم. مصفاك يا بحر بضبي مزيك. شوف سدك البربل لاعب لعايب. الله العظيم. الأول هذا الله يحفظكم يمعونه هواني يشبونه في الدروس عند ويه الدرس. ليش؟ عساس الهوش يوم يدوسن عليه يتقطعن ظهورهن ولا يتعبن. هل بالدبش ما يلسون يضلفون الدبش؟ شو السبب؟ لان يضلفن منهن وفيهن روحن يضلفن عمارهن يوم يدوسن على الصقلان هذا تشوفونه. سبحانك يا رب. ياو ما زين له المكان. دار هذا حيني جاتني. ها هبتي قربنا تعويذ الله من شرك. ايه ترى لنا عيال نحن هني ما بحد يقربنا. ايه كل من سرت الحين قربهن جدا العيال تدين ينزلنهن جداي يعني تحذير. اها قربنا خطر. سوي عليك ابوي خنشية نقب خمرة راسك. والله حرني امزح والله العلمين نصد قرب اسقط. حني اتفقنا اتفاق هذا بينهن. سبحانك يا رب. زين هالمكان. شوف ما زين هالمكان. شوف ما زين هالمكان. تلوموني يوم انا ودر ابوي الدنيا كلها واتعنى حق هالبقع. هب من هين من هالطبيعة اللي غير نمونة. طبيعة خلابة. سبحانك يا رب تبارك الرحمن. يا الله يا رب لا تغير علينا إلا إلى الأحسن وتحفظ دارنا ودار كل مسلم من كل شر وضر. تبعد عنا الحسد والنكد واليور والمنكر وتامنا في أوطاننا وأوطان المسلمين أجمعين. جمازين هالمكان. يقول لكم الكركم ولا الكركم. هذه من الكركم يا أبوي. هذه يسميها حالة أم الكركم. وأنا أشوفها هي يزيل الحالة الدم يوم الحالة من تسقع عليها الماية غطت ما بانت ولا الجزيرة تم جزيرة مثل هذه الحين. ها كيف الحين ما شفت أنا دم من هالبحر ولا الدم. هذا كان شوفوا حق اللي يشوفونه هذا عش مال دمي. شوفوا سبحانك يا رب. شوفوا الطيور ينينون هن عاد. ها ها يا جنة. ها اذكرنا الله اذكرنا الله. ما بحرج فيك انساكن يما. يا الله يهديك. انا انسان مسالم 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 ما اقول حق الكلبسي. ما بقولك نكمل خبر. هي عاد شدوا عليهم ترى لا قلت لهم شيء ولا عنيت لهم ولا قلت لهم كمل خبر ولا رمستهم ولا علت عليهم. امشي في طريقي وهن السلطات علي سلطه. هي هاي انت بوصل لين برميك اشد دمه يبرد. دمه يطير من الطيور البحريه في شرات الشاهين وهم بشاهين ده غير ابوي. هذا اشد دمه من حول لين حول يبيض. يبيض فوق ابوي كل من كبرن العيال يا
ينعر من غير حطم عش فوقه وعش فوق عش وعش فوق عش والدنيا مطر ليني غد يبل من كبره. هذا عش الدمي عش الدمي عش الدمي سبحانك يا رب لا إله إلا الله سبحانك يا رب. غد يبل طالع قال خدم العش طيبات يمه من كل مكان يكودهم. ها أعلو عني طاس قايل غادي أنا عدالة طولي ها كل حين زياغ مزايغات على العيال والعيال كل واحد كبر الرايبة منو بيحرك ولا منو بيقول هنكمل خبر. يا الله يا الله منكن بسير بسير لا تحاتن بسير بسير سرتن واحترتن أنا أبوكن. يا رب البيت والحرام تعطينا شركن. تشوفونها وين البيابة أكل مداحي مال العيال العيال هناك وهن زايغات إني أنا أسير جدا العيال بالرغم قلت لهن أخذن دين ويمين وعهد يعني ما صك عيالكم ولا يقربكن وهذا أبوي عهد أنا ما عندي وحدة وهنتين ما بكذب عليكن وهن أبوي بعدهن أبوي هاي جاينا بعمامته وإذا الله من شرك بعيد بعيد عنك يا دول بعيد عنك يا دول قلنا لها إن شاء الله كرن الله كرن الله والله يا أبوكم ما بيقربكن أربعتي هنا قم مرزوق قطعانة بهد أربعتي بيكن أنت ما في حاسية هنا الحين أظني لازم يصير لين الرأس هذاك عسب إني أروم أقطع أظني هني كنا شي خورة ما أظني بروم أخطر ليش ما يقرب أنا شو المشكلة يعني هذا محقق مرزوق هنيها بيني وبينهم خورة صغيرونة إن شاء الله ما يكون خورة يعني طرفها كان رق ده خورة ما بارو مخاط ماشي أفرت حصار ما ظني ظني خورة مستحيل أرو مخاط ما يندر تعدنها خورة لا والله خورة شرد نص المريض اها ايوه خورة لا لا ما شي ابوي الا رد على مثل ثري هاي بنادم رد على مثل ثرى وين يا ريت ما رد ابوي وين يا بين الراس هذاك وبخاف ابقوا وايد ها ها شرير هذا اعتقد هذا المكان اللي ظهرت له ساعه ان شاء الله يكون هو يعني. ان شاء الله يكون هذا المكان اللي انا خطفت منه كان يجي من ريال لنحيينه الأمور طيبة الحمد لله لنحيينه الأمور طيبة والله نفعني التي لهم فيها كشاف الحمد لله لنحيينه هذاك البر الثاني وحي الجماعة خير ما يرام زين الأمور زين الأمور زين الزياقة ولا الحمد لله رحلة تكللت بالنجاح رحلة استكشافية كانت فنانة وغاوي ولا شيء شرف زين الحين رد لف غضب ما ارتغت عنه وحين رد بيفضي وانت زينك انت هناك المتزلق هالنمونة حافظ
الحافة. ها 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 ما شاء الله ما شاء الله. سعيد سالم هذا انت؟ ايها ها بيبي اهلال بوايج على كومبه هذا. محمد سالم سلام عليك. محمد سالم سلام عليك. ما بصوره ما بصوره. السلام عليكم. عليكم السلام. متو وين؟ كلالة. شو يعني؟ ايه سوي غدا. هذا غدا عشاء. يس اشوف شوي. ما شاء الله الحمد لله نعمة. لا 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 العماد محد يبا والله ياكلونه العرب يا ترون. هذا صيدكم كله خيبة هي العماد. اشوف اظهر طلع طلع شله فوق شله شوي فوق العماد شله العماد فوق خيبة. هنا شوي ما ما تذكلت هنا روحي بنيربي بنيربي ليش لا عنبو في السعودية أكلون ضبان نحن عنبو عماد بيغلبنا بناكل وبناكل عيونه بيغلبنا كل يوم ناكل شعري وشخيل وجش وكل وصافي اليوم بناكل عماد والله يشابه حد من العرب عرف عرف ناس يشابههم هذا الشيء هذا العماد يشابه حد عرف حد عرف حي ما زال حي توني شايفنه من قريب اسبوعين ثلاث. ليش ما صورت انت يعني؟ هاي غريبه كيف جيت؟ كم من وحده صادمه؟ بلي نقطه؟ داخل هذا شوف شعره اللي فيه سبحانك. هذا تو حينه كله؟ هل تسوي العماد مرزوق محمد؟ لا لا بسوي العماد جربه جربه اليوم. العماد يباله ضو يباله وقت العماد ما بالاخذوه غلوه. ابي طاعني جيبك طراده ما في بترول. زياده من هاي. هذا طح هذا روح كم يسوى هذا ابو السطرات طاح هذه فاشل لنا ما يبى تعليق شو تعليق عاش مسروي عاش مساري عاش مساري عاش مساري يا ابو غشمره يا ابو غشمره حافظ الله على غشمره اي والله طال الاسم انت روح الاسم يسوال زاويه حافظ عليك يا غشمره شو شغل اليوم شيء سناب ولا ما شيء؟ اليوم في سناب سياب سناب بسم الله ضلع سمين محمد ها والله من دعس واحد ها تعال ها اسمك تعال شيل 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 شوي هذا وقف 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 خلع دارك كم كيلو فيه يمكن دقيم دقيم شيء بسيط لا تشريها من السمنة غادي جولدن جولدن غادي عم ما تشوفون هذا عشانه ها شنين هو نجربها بعد حتى الاثنين هو شايفين عليها كل شيء فيه سعيد حارب كل شيء فيه ما صدقت شوف هذا 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 متفطر ها شوف متفطر من اطرافه هذا لي والله يا ابوك ما طعمت هذا مالي هذا اللي صار واي لا تملك مال لا 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 هل من دعس ها هذا مالي هذا اللي مختار لنا هذا ايه اسمك ما بصاحي انت كانك لك نيه في هذا هذا حل مبروك هذا هو بالصواطه لك بحياتي ما شفت هذه شو شنين هو بنجربها هاي يقول لك ما حد ياكلها منو قال لك ما الفنانين ما ياكلونها ابوي ها صار قشاد الرحل والله العظيم الله يا رجل السوداني عنده احسن اكله هي نعم شنين هو يقولون صار قشاد الرحل بن عبد الله ما حد ياكلها منهم اي رحل بن عبد الله ما شعر الناس شعر
حل بن عبد الله واحد من السجعان الاوليين يركب الخيل واجف. وين دافنينه؟ مدفون في سكم كم. خالد شفت اليريون؟ وين هو؟ اجا مره وعده؟ اي والله يا رجال يا اصوره ترني ما ابي اصور هاي الساعه امتسح. على ما اقول ما ادري عاد. على شعري اقول لك سيده شنو شنو؟ سيده مرام. شوف بلايك. يصوره ما يمديني. ابو خالد هذا الشعري اللي في النص. هذا اخير واحد فيهم كلهن. واحد عود شوف لا خل محمد خلوه ينضى ما نبي نين احنا انا ما في ها ليش عشا بحاره هذا شعري انا قصيت الراس شباب تعالوا هلال وين هلال هذا الشعري اللي يطرونه ولا شعري البطين ابوي عادي شعري البطين شعري عادي حاله حال اي شعري في اي بحر يا غير ابوي بغيت شعري البطين نحن ما سمعنا به ان شعري البطين يغدي اخير عن شعري الحاله يا المنكر هذا الا منكر يور نحن ما سمعنا ولا درينا ولا علمنا هذا ابوي الشعري لي عليه رضوان من الله بالحروحه متعزل ها 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 يا غير مراود صفت يا غير مراود صفت غادي ما علينا نحن من هاللي يقولون شعري البطين أنا بعد ما بيت حل خبيره شعري البطين اليور المعدي لا أكل مايون أبوي يصبون معها ليزيد أبوي من الثلاجات سقوا الشريش بارد عن ثر ثلج سبحان الله إيه على الله يا جركب غريب شيار وهذا بسوي بالعكس احسن شيء ياو روس يا شو ريوس يا رجال يا هي سمجان يا هي سمجان اوادم ما بساسير اوادم اوادم اكبر من البسار ماشي يا الله اوادم 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 يا ابوك هاي ما بخيب يا هن ضلوع يا هن ضلوع لا اله الا الله هوي طرح شر ليعاد كل بسار يمكن على الاقل اربع تمنه فيه ما بحياتي ما شفته بساسير على هالكبر لا اله الا الله ضرب ضرب فيه ضرب لا لا اله الا الله اوادم هذه الاوادم اوادم اكرم منهم بس الخيب 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 هاي ابوك يضاربها عماد عماد هذا العماد يقول يا ابو خسك الله يا العماد هاي يطرون عماد هذا العماد يخسك الله يا العماد هذا العماد والضلع ها خاويات على ضعفة البخت ها اي والله شوف محمد حلبوية وانتهت وتكللت بالنجاح صيد الوفير واستانسنا وعينا من الله خير تونا ضاوين ابوي الفريج شكرا ابو محمد على هالرحله المميزه بارك الله فيك ابو خالد شكرا على هالربع الطيبه ثانك يو فيري ماتش رمضان كريم ان شاء الله هذا ابوي صك الباب ترى اليوم تلايا ولا يبات صك الباب اليوم صك الباب شيبه شكرا شكرا جزيلا لا ثانك يو يا المنكر اللي بارد ما تشرب قلت لك